كيف نصلي صلاة الجنازة وماذا نقول فيها؟ صلاة الجنازة صفتها أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة بعدها، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، وما تيسر من الأدعية التي فيها استغفار للميت وترحم عليه مما هو وارد في هذا الموضوع. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة.